على شكوى تلقتها الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بسيدي موسى التابعه للكتيبه الاقليميه للدرك الوطني براقي، مفادوها تعرض مخزن للمشروبات الغازيه لاحد العلامات التجاريه لعمليه سطو مسلح نفذه مجموعه من المجرمين مدججين بمختلف الاسلحه البيضاء وملتمين ومستعملين البسه خاصه وقفازات لطمس معالم الجريمه، اين تمكن الجنات من الوصول الى الخزانات الفولاذيه وسرقه مبلغ مالي من العمله الوطنيه المقدر ب 350 مليون سنتيم، وكذلك سرقه سياره نوع ايسوزي تستعمل في نقل ومراقبه عمال الحراسه والفرار الى وجهه مجهوله. فورا تلقي الشكوى تم تشكيل فريق من المحققين بمعية خلية الشرطة التقنية والعلمية، تم التنقل إلى المخزن المستهدف لإجراء المعاينات الأولية ورفع القرائن ودلائل من مسرح الجريمة. شرع المحققون في استغلال كاميرات المراقبة التابعة لمختلف الخواص والمؤسسات العمومية، كما تم الاستعانة بخبراء وتقنيين تابعين للدرك الوطني، الأمر الذي مكن من تحديد أحد الفاعلين بأحد الولايات المجاورة. وبعد التعمق في التحقيق تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات مجاورة. هذه العملية النوعية مكنت من توقيف 3 أشخاص بالإضافة إلى وسائل استعملت في تنفيذ الجريمة، وهي عبارة عن آلات قطع كهربائية، قفازات، ومعدات مختلفة، كما تم حز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وهواتف نقالة، كما تم توقيف أفراد الشبكة بالولاية المجاورة. تم استرجاع السيارة المسروقة نوع إيسوزي. بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء.